شهد المشير عبد الفتاح السيسي نائب رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقائع الندوة التثقيفية العاشرة التي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة والتي تأتي في إطار احتفالات مصر وقواتها المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذي يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الذي قدم روحه فداء لمصر في 9 مارس عام 1969 مع بداية حرب الاستنزاف. بدأت وقائع الندوة بعرض فيلم تسجيلي تناول نماذج لبطولات وتضحيات أبناء مصر الذين سطروا بأحرف من نور قصص البطولات والاستشهاد عبر الحروب التي خاضتها مصر دفاعا عن الوطن وكرامة شعبه العظيم من جيل إلى جيل. يرقد هنا أو هنا أو هنا، ولكن روحه لا تذهب هباء، ودمه لا يضيع سدى. إنه الشهيد، قد يمضي كما يمضي بيننا الأموات، ولكنه يبقى عند الله حي لا يموت. فهو أعظم البشر بعد النبيين قدرا عند الله، وأعلاهم منزلة في الجنان يوم أن نلقاه. وإن كان شهداء الوطن وهم مئات الآلاف عبر العصور يمضون كما اختارهم الله وقدر لهم، إلا أن بطولاتهم وأعمالهم تظل أبد الدهر سجل فخر لوطنهم ولذويهم وأهلهم ورفاق حياتهم. اشتملت الندوة محاضرة بعنوان منزلة الشهيد عند الله، تحدث فيها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن الفضل والمنزلة التي اختصها المولى عز وجل بالشهيد. واستعرض اللواء أركان حرب نبيل الخميسي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب جهود القوات المسلحة في تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية تقديرا لما قدموه لمصر من تضحيات وبطولات. وشهدت الندوة تقديم لمسة وفاء لشهداء مصر والقوات المسلحة، حيث قدم الشاعر ياسين خضر فقرة شعرية تضمنت أنشودة بعنوان رسالة من أم الشهيد. يرصاصة غدرة، يرصاصة غدرة دخلت في قلب قلبي، وقلبي من نارها اتحرق. يا نور عينيا اللي راح، يا حلم عمر اللي فجأة مني اتسرق. آه يا ضنايا، هعيش لمين بعد منك؟ مين يا واد هيحجج امك؟ مش كنت يا ابني موعدني لما تنزل هتبدا تجري ليا في الورق؟ خلص الورق، بقى فيه ورق غير الورق، حتى اسمك شالوه من جنب اسمي، بقوا بينادوني يا ام الشهيد. ده انت ما كانش فيه في طبطك، من اللي موتك مستفيد؟ والرصاصة دخلت ازاي في قلبك؟ مش كنت يا ابني تقول دايما، تقولي ما تقلقيش عليا ياما، قلب ابنك من حديد. قمت عليك يا واد تسيبني وتسيب جوايا الوجع؟ وانت يا رصاصة عديت ازاي من ضلوعه؟ دخلت ازاي جوا قلبه؟ شفت قلبه؟ كان بيبكي؟ كان حزين؟ ولا كان فرحان بالشهادة؟ رد عليا وطمنيني، قوليلي ابنك كان واقف زي الاسد، ولما مات مات جدع، اصله كان راجل من طفولته، وفي طفولته والله كان يكره الدلع، كان صغير لكن فكره كان كبير، كان حنين ومصروفه كان يعطف على الفقير، كان بيعشق اسم مصر، كان يقول لي يما لما اكبر نفسي ابقى ظابط او اكون سفير، كان منظم، كان يرتب بنفس اوضته ويناديني بص يما على البطانيه دي بيسموها في العسكريه شده سرير. كان صغير لكن كان كبرنا، ورايه كان في الصح دايما، ورايه كان دايما يتسمع. اه يا بيتنا اللي اتهدم بعد العمود اللي كان شايله من الارض اتخلع. عم سيد يا واد، ايف افرولاتك الجديده هفكهم والبسهم مال،
وهنزل أدافع عن البلد، ويمكن ربنا يكرمني زيك وأموت شهيد. كما قدم المطرب ماهر محمود فقرة غنائية ألهبت مشاعر الحاضرين بعنوان في الجنة يا شهيد. وطن في سمار ملمح ورصاص الغدر جرح، ضمي يا مصر دمك واهتفي يحيى الشهيد. وقام المشير عبد الفتاح السيسي بتكريم عدد من قدامى قادة القوات المسلحة وعدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، كما قام بتكريم عدد من الأمهات المثاليات لجمعية المحاربين القدماء. اسم الشهيد البطل مقدم جوي علي سيد حسن دياب، وتتسلم التكريم أرملته السيدة فايزة أحمد أبو النصر. اسم الشهيد البطل مقدم بحري حسني محمد عبد الرحمن حماد، ويتسلم نجله العقيد بحري أشرف حسني محمد. اسم الشهيد البطل مقدم نبيل سيد أحمد الشافعي، وتتسلم التكريم حرمه السيدة إيمان عبد القوي. اسم الشهيد البطل رائد طيار رفيق صلاح الدين، وتتسلم التكريم السيدة حرمه هدى محمود فريد. اسم الشهيد البطل رائد السيد عبد المنعم السيد حسن، وتتسلم التكريم حرمه الدكتورة فاطمة محمد عبد العزيز. اسم الشهيد البطل نقيب محمد علي محمد عبد الدايم، وتتسلم التكريم حرمه السيدة كاميليا محمد زكي. اسم الشهيد البطل عريف متطوع عبد الناصر زكريا عبد الجواد، وتتسلم التكريم حرمه السيدة نورة عادل سالم. اسم الشهيد البطل عريف مجند محمد فايز فؤاد أحمد، ويتسلم التكريم نجله السيد أحمد فايز فؤاد أحمد. تكريم مصاب العمليات الحربية لواء طيار أركان حرب محمد رضا عبد الحميد صقر من القوات الجوية، لواء طيار أركان حرب صفاء الدين محمد عبد المنعم من القوات الجوية، عميد صبحي عدلي السيد محمد من قوات الدفاع الجوي. رائد بحري عمرو البتنوني من القوات البحرية. رائد بحري رامي عبد العزيز عبد الرحمن من القوات البحرية. نقيب رمضان أحمد إبراهيم حسين من قوات الدفاع الجوي. المحارب البطل صلاح دردير عبد الرحيم من المدفعية. المحارب البطل موريس ميخائيل هابيل من المشاة. المحارب البطل محمد عبد اللطيف عبد الكريم
من المهندسين العسكريين. تكريم الأمهات المثاليات السيدة فوقية محمد حسين، حرم الشهيد البطل رائد محمود حسن عبد الرحمن. الدكتورة فاطمة محمد عبد الخالق، حرم الشهيد البطل مقدم عاصم فرج أحمد حمى. وقدم المشير عبد الفتاح السيسي التحية لأرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل حرية الوطن، مؤكدا أن دماء الشهداء هي التي كتبت تاريخ مصر. اللي قدمت شهيد أو اللي قدم شهيد، ربنا يا رب يلحقنا بيهم في الجنة ويعوض عليكم، بس انتوا عملتوا كده عشان خاطر بلدنا، عشان خاطر بلدنا مصر يعني، فكتر خيركم واسمحوا لي زمايلي ان احنا نوجه لهم التحية من فضلكم. وأشار المشير السيسي إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد هذا العام يمثل تكريما للمبادئ السامية والقيم النبيلة التي ترتكز عليها العسكرية المصرية. الجيش قوي برجاله بقواته بقادته، متماسك دايما. الجيش المصري متماسك ليه؟ متماسك لأن الجيش المصري بيعبر عن نسيج الشعب المصري كله، هو جيش بيعبر عن كل المصريين بكل البساطة اللي بتعنيها هذه الكلمة. فاحنا حرصنا ان احنا نبذل اقصى جهد ونتحرك كلنا في كافة المجالات، وبصراحة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القادة والضباط والصف والجنود قطعنا شوط كبير، ده كان حقيقي بفضل الله سبحانه وتعالى في كل مجال من مجالات القوات المسلحة. وأشاد برجال القوات المسلحة الذين يثبتون كل يوم أنهم جيش وطني شريف جدير بثقة شعبه العظيم. السادة القادة اللي قاعدين قدامي، السادة الضباط، صف الضباط، الجنود، كله كان على قدر المسؤولية، وكانت النسبة الغالبة ما شاء الله يعني، وكانت النتيجة حاجة عظيمة جدا جدا. ويمكن انتوا شايفين ان القوات نزلت من غير ما حد يحس بيها، نزلة بسلام وامان وشكلها محترم ويعكس وجه محترم للجيش. في اي وقت القوات المسلحة بتتحرك النهاردة بتتحرك بشكل الناس كلها بيلفت نظرها، ده الاصل ان احنا محبين جدا لاهلنا لشعبنا، وكمان في من جانب شعبنا حب شديد قوي لجيشه، وفي قناعة وثقة في جيشه وأهل جيشه. كنا حريصين على إن الناس تشوفنا في الشارع، نحاول بقدر الإمكان نساهم في بشكل أو بآخر في تخفيف المعاناة. لو أمكن نقدر نعمل حاجة بنعملها، وبنعملها عشان خاطر بلدنا مش عشان حاجة تانية. فده صلة انت بتحافظ عليها. الجندي او الصف ضابط او الضابط اللي واقف في الشارع لازم هو بيتعامل مع المصري، اي مصري من اول اسكندرية لغاية اسوان، يبقى حاطط في اعتباره النقطة اللي انا بتكلم فيها دي، ان في علاقة خاصة جدا. انا عايز اقول لكم العلاقة الخاصة اللي بين الجيش المصري وبين الشعب المصري علاقة بتحسد عليها مصر. العلاقة الخاصة، الحب الحقيقي، الثقة الكبيرة اللي موجودة بين الشعب المصري وبين الجيش المصري، دي في دول كتير بتقول اشمعنا البلد دي كده، ايه الحكاية الغريبة جدا اللي بين المصريين جيشهم وشعبهم. فانا بس بفكر نفسي وبفكركم ان انتم ما تنسوش ان انتم لازم شجرة المحبة، شجرة الثقة، شجرة التقدير، شجرة الاحترام،
اللي موجودة بيننا وبين الشعب المصري لابد دايما يتم ايه تروى، لابد من عطاء يخلي العلاقة والثقة والتقدير والاحترام يزيد وما ايه وما ينقص. انت تفتكر انك انت كل الكلام ممكن تقوله، صحيح مش كل الكلام ممكن يتقال، لكن احنا الكلام قبل كده ما كانش بيتقال لدواعي الامن القومي، لمخاطر ان الكلام ده يطلع. بس انا متصور ان نتيجة ان ثورة الاتصالات اللي بقول عليها ديت واسلوب حرب المعلومات اللي بتكلم فيه ده الجيل الرابع والجيل الخامس والكلام من هذا القبيل، يخليني اقول مخاطر الكلام بقت اقل من مخاطر عدم الكلام. يعني قبل كده كنا بنقول مش كل حاجة تتقال، لكن بقى دلوقتي استهداف عقول وافهام الناس بقى يشكل خطر حقيقي على الامن القومي. وبالتالي انا تصورت ان المعالجة الحقيقية انك تتحدث وتقول الخطر وتقول الحقائق. ليه؟ لانك انت حجب الحقائق هيضعف ممانعة الناس اكتر كتير من وتسبب مخاطر اكبر كتير من انك انت تقول شوية حقائق للاخرين. احنا النهاردة كنا في يوم من الايام العظيمة جدا في تاريخ الايام، اليوم الاحتفال بالشهداء، الشهداء اللي قدمهم الوطن عشان يفضل وطن مرفوع الراس محفوظ. فأديكم شفتوا من الناس اللي قدمت أبنائها كانوا قاعدين معانا عاملين ازاي. يعني الحقيقة الواحد لما شافهم يعني بيقول فعلا المصريين شعب عظيم جدا، ان النهاردة بعد السنين الطويلة جدا الناس اللي جاية في هذه المناسبة بتقولك يعني عشان خاطر مصر يهون كل حاجة، ومازال الجيش والشرطة بيقدم شهداء. واحنا بنقول يا رب الشهداء يكونوا يعني في أعلى الدرجات في الجنة ويلحقنا بيهم على الإيمان الكامل. حضر الندوة الفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة وضباط القوات المسلحة وقدامى قادة القوات المسلحة وعدد من أسر الشهداء.